النعمان الناطق باسم شبكة شام في إدلب زكوان حديد. سيد زكوان، هل لا يزال القصف مستمر؟ نعم، القصف لم يتوقف منذ يوم البارحة، ومنذ ارتكاب سيارات الجيش النظامي بدأة في مدينة معرة النعمان راح ضحيتها عند الظهيرة 33 شهيدا، منهم 9 جثث عبارة عن أشلاء لم نتمكن من التعرف إليهم. وترافق ذلك في المساء بقصف بالمدفعية من حاجز القراميد المتواجد في مدينة أريحة على المدينة، الذي أسفر عن استشهاد 7 أشخاص في المساء. ولا زال واستمر القصف طيلة الليل على مدينة معرة النعمان وعلى ريفها الشرقي وريفها الغربي، حيث سقطت العديد من القذائف على بلدة كفران في الريف الغربي. وهناك صواريخ الآن في من الطيران الحربي ألقيت على فروما، وقع ضحيتها حوالي 10 أشخاص أصيبوا بها. القصف بالطيران الحربي المروحي يستمر إلى الآن في مدينة معرة النعمان وعند تجمع الجيش الحر الذي يحاصر الآن حاجز وادي الضيف شرقي مدينة المعرة ويحاصر حاجز الحمدية جنوبي المدينة. نعم، لو نتحدث قليلا عن الوضع الإنساني. بالنسبة للوضع الإنساني في مدينة المعرة، فهناك شح كبير في المواد التموينية وخاصة قطعة الخبز التي توقف فرن المخبز الآلي في معرة النعمان، والذي كان ينتج يوميا أكثر من 20,000 رطة خبز توزع إلى المدينة وريفها. هذا أدى إلى نقص في مدينة المعرة وفي الأرياف التي تحيط بالمدينة. أيضا هناك الكثير من الأفران التي توقفت في ريف معرة النعمان بسبب انقطاع مادة المازوت ومادة الطحين. المواد التموينية بالنسبة للخضار فهناك شح كبير بها لا تتواجد، لأننا لا نستطيع مغادرة محافظة إدلب لإحضار أي شيء من المناطق الأخرى بسبب حصار الجيش لهذه المحافظات، والتي إن شاء الله الجيش الحر مقدم على تحريرها. الأهالي اليوم نزح عدد كبير من أهالي المدينة والتي فيها حوالي 150,000 نزح ما يقارب 100,000، ولكن هناك الآن الأهالي متوزعون في الملاجئ ولا يعرفون أين يذهبون في محافظة إدلب ككل، حيث الآن معارك التحرير في تلقين وفي حارم وفي خان شيخون. الأهالي في محافظة إدلب وكأنهم يسيرون في حلقة فارغة، لا يدرون أين يذهبون. المئات منهم مشردون في البساتين، الآلاف هم جياع لا يملكون من الطعام شيء. المخازن التجارية التي كانت متوفرة أصبحت اليوم خاوية من المواد. من إدلب الناطق باسم شبكة شام زكوان حديد، شكرا جزيلا لك.